الآن بلا أيضا موجود. هناك رقعة، رقعة الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، موجودة في كتاب البحار جزء 91، هاليوم دورت عليها لقيتها، بحار الأنوار جزء 91 صفحة 28، رقعة الإمام صاحب الزمان. هذه كتابة خاصة تكتبها وتكتب حاجتك، ويفضل أن يكون يوم الجمعة بين الطلوعين، وترميها في بحر أو نهر. واحد من المؤمنين أنا أعرف يقول أنا كان عندي حاجة سنوات، ماكو باب ما طرقتها، ماكو أحد ما وصلت، ما وصلت إلى نتيجة. يقول فرد يوم أسمع، شفت فرد استنساخ كاتبين هذه رقعة الإمام صاحب الزمان، يقول قمت أنا كتبت حاجتي، زين وين أوديها هذه، وين أوديها، وين أوديها. يقول قمت رحت إلى كربلاء، كربلاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ورحت إلى ضريح الإمام الحسين وذبيتها بالضريح، قلت أبا عبد الله أوصلها إلى ولدك المهدي. يقول ما مضى أسبوع، يقول أنا نسيت بعد، ما مضى أسبوع وإذا الله سبب الأسباب، قضيت لي تلك الحاجة وراحت بعد كم شهر. اتذكرت هاي الحاجة شلون قضيت، أنا قبلها بأسبوع ذاب بالرقعة في ضريح الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بحار الأنوار جزء 91 صفحة 28، رقعة الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ها؟